السلام عليكم. صباح الخير، كدايرين؟ بخير. شوفوا اليوم الحرم كيدير المسعى خاوي فعلا، بعد ما طبقوا منع الحجاج ولا المعتمرين الدخول لمكه. باينه، شوف هنا كي كتكون المروه عامره، خصوصا نهار السبت. شوف المسعى خاوي، وهذا الدور الاول اللي فيه العربات ديال العربات. شوف خاوي تاهو، قليل 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 قليل. شوفها انا موالفين كتلقى العربات بزياده. شوف يلا واحد جاي هنا، وهنا عاوتاني الطواف. ما كان الطواف شوف قليل، ما كاينش كاع البشر. اول مره تنشوفوا الحرم بالطريقه هذه. شوف الطواف خاوي، وكذلك الكعبه، الطواف اللي عند الكعبه. شوف خاوي الدنيا، ماشي كيما كانت. يعني فعلا طبقوا هذا النظام ديال سميتو ديال قدوم الحجاج لمكه والمدينه. نهار الخميس وقفوا الناس اللي هما في المدينه ما يدخلوش لمكه، يرجعوا لبلدانهم، وكذلك اللي في مكه ما يمشيوش للمدينه، يرجعوا لبلدانهم. وهذا راه باين، هذا دليل على انه فعلا تم تنفيذ تطبيق هذا الحظر على المعتمرين. مرة مش نمسع بحالك. شوف خاوي مرة، هذا المسعى الصفا والمروة. شوف خاوي، الله يستر. صافي بقينا احنا هنا. يلا السلام عليكم.